مساكم الله بالخير متابعين الكرام، وهذه عودة لكم في برنامج كل الأسئلة. طالعتنا مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس وتفاعلت مع مقطع فيديو لتفريغ صهاريج المجاري في أحد أودية نزوة، وكان في تفاعل كبير من الناس وأيضا تفاعل من بعض الجهات المعنية. نبغى نقترب أكثر من القصة الكاملة من هذه القضية مع الأستاذ سيف بن ناصر طيواني، وهو عضو فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية، هو اللي راح يطلعني على القصة الكاملة حول هذا الموضوع. أستاذ سيف مساك الله بالخير. مساء النور والسرور أختي خلود، وشكرا على هذا اللقاء، وإن شاء الله نتمكن أن نقدر نوصل المعلومة الحقيقية لهذا الموضوع بإذن إن شاء الله. بإذن الله أستاذ سيف. نعم. نبتدي يعني من الـ من الـ من الفيديو، من أول ما تم رفع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن هذه القصة، وهذا البعض اعتبرها أنها كارثة بيئية، هناك جهات كثيرة. نعم. معنية بالموضوع، لكن نبغى نفهم إيش السالفة، إيش اللي صار، وكيف صار في تفريغ لصهاريج المجاري في أحد أودية نزوة؟ نعم. حقيقة نحن في ظهر يوم أمس تلقينا مثلكم يعني نبأ عرض هذا الفيديو في التواصل الاجتماعي، وحقيقة يعني كانت كارثة يعني بالفعل. فانتقلنا في نفس اليوم في تمام الساعة الثالثة إلى مكان وجود هذه الكارثة. طبعا بمعيتنا كان وكيل فلك الغنتق، الشخص المختص يعني بأمور الفلك والمنطقة المحاذية لمجرى الفلك أو في الوادي، وبعض المواطنين بالإضافة إلى أحد أعضاء المجلس البلدي. يعني ما شاهدناه أنه عدد كبير من صهاريج نقل الصرف الصحي تكب نفاياتها في الموقع، وعامل بحيرة يعني بحيرة بمساحة رهيبة جدا تحت مظلة البلدية. أنا أعتبره كون البلدية هي اللي خصصت هذا المكان وعملته بطريقة يعني معينة، هي يعني المسؤولة عنه، وفتحت طريق لمرور هذه الصهاريج تبعد عن 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 مركز أو محطة الصرف الصحي من الجهة الخلفية بمسافة أكثر من كيلو ونصف متر. والصهاريج هذه يعني أقلها 5,000 جالون، وأكبر الصهاريج قاطرة ومقطورة بحمولة 10,000 جالون، وكل هذه الصهاريج تكب نفاياتها في هذا المكان المكشوف. وطبعا خلال وجودنا هناك حضر معانا نفس الشيء جزاه الله خير وتفاعل مدير دائرة البيئة والشؤون المناخية بولاية نزوة، وتم إيقاف هذه الصهاريج من كب نفاياتها في الموقع وتوجيهها إلى محطة الصرف الصحي. تفاجأنا وإحنا يعني في الموقع، نفس الشيء اللي ثار انتباهنا أن العمالة الوافدة للسائقين هذه الناقلات مجرد ما عرفوا وجودنا احنا في الموقع وهم في نصف الطريق يغيروا مسارهم الى المحطة المحطة الأصلية اللي هي اللي يتم فيها تفريغ الصهاريج. نعم، المحطة الأصلية اللي هي يعني عملت بطريقة قانونية طبعا وصحية. فتوجهنا الى مقر المحطة، وسبقنا في ذلك مدير دائرة البيئة، وحصلنا المحطة هذه تستوعب الكميات الكافية من الصهاريج لكب نفاياتها في المحطة. ولكن المشكلة اللي احنا عرفناها أنه مشغل المحطة غير موجود هناك، والشيء الثاني أنه كان فترة تفريغ الناقلات في المحطة الرئيسية استغرق فترة طويلة،
اللي هي قد يكون توصل إلى 3 أو إلى 5 ساعات نظرا لعدد الكبير من الناقلات اللي تتقاطر على المكان بحكم أن هذا الموقع يشمل جميع محافظة الداخلية. في نفس الوقت تقابلنا مع أحد العمالة الوافدة اللي أنا اعتبرتها أنها تدير المحطة في ذلك الوقت وكان يقول لأن المحطة ما تستوعب. فبمناقشتي معه كيف ما تستوعب المحطة؟ قال لي يقول لي لأنها متروسة. قلت له قبل شوية كان المدير الفلاني وكان ما قلت له هذا الكلام. فتلعثم الشخص في الكلام فاتضح لي من خلال وجود العمالة ويكلموا بلغتهم طبعا أنه إله مصلحة في عملية في عملية توجيه الناقلات إلى المنطقة المخالفة. عموما إحنا حقيقة يعني جزا الله خير يعني كل من تفاعل معنا في هذه الكارثة يعني الكبيرة واتضح لنا نفس الشيء أنه هذا مو هو وليد اليوم وإنما تداول هذا الموضوع في المجلس البلدي لأكثر من سنة وتم يعني توجيه الرسائل والمطالبات والجهة المسؤولة وعدت بأنها تغير المكان أو تشوف يعني طريقة ثانية ولكن هذا إلى حد الآن لم يتغير. ما صار في أي شيء للأسف الشديد وهذا طبعا كارثة بيئية وكارثة صحية تنتشر من خلالها الأمراض وفي دراسة في سنة 1995 من قبل أحد المختصين في وزارة البلديات ويعني وكان التقرير وأعتقد أنه لا زال موجود عندهم عملوا دراسة على مثل هذه الكوارث وفي المحافظة الداخلية في ولاية نزوة بالتحديد وأخذوا عينات من الآبار المجاورة للمنطقة وتبين أن هذه الآبار جميعها ملوثة بالصرف الصحي. صحيح. طيب. فلماذا مرة ثانية نحن نعيد الكرة إلى سابق العهد؟ طيب. يعني فمن المسؤول هنا؟ هذا هو السؤال أستاذ سيف قبل ما نسأل من المسؤول يعني أنا خليني أستوضح منك بعض النقاط. أولا بما يتعلق بأنه يعني هل تفريغ صهاريج المجاري في الوادي كانت يعني تصرفات فردية وهل يعني أنت تتكلم عن سنة تقريبا يعني هل كان في تفريغ لصهاريج المجاري من سنة تقريبا ولا الحادثة هذه جديدة؟ أنا حقيقة يعني لم أشاهد مثل هذه المخالفات في السابق لأني المنطقة هذه أنا حقيقة يعني ما أروح فيها ولا يعني ولا سبق أني حد بلغنا عنها ولكن من خلال تداول هذا المقطع اتضح لنا لأن هذا الموضوع موجود من فترة طويلة من قديمة يعني فترة قديمة من فترة قديمة وتم تداولها يعني ولكن من خلال سؤالنا لبعض العمالة الوافدة لماذا تكب النفايات في هذا الموقع فقال احنا في بعض الأحيان نجي هنا لأن المحطة تكون متروسة ونجي هنا. طيب من أعطاكم التصريح؟ فقالنا البلدية. من الشخص تعرفه؟ قال لا ولكن احنا مجرد يعني ما يخبرون أن المحطة متروسة نتوجه إلى هذا الموقع يعني متعودين أنهم بالتالي متعودين والجهة المسؤولة تعرف هذا الكلام يعني الجهة المسؤولة من هي أستاذ سيف البلدية؟ هذه الجهة المسؤولة طبعا معروف وزارة البلديات بلدية عندها فكرة وهي عاطية تصريح من حيث التصاريح ومن حيث طبعا بعض التصاريح ومن حيث المكان اللي المحدد لتفريغ مثل هذا الحمولات. وفي نفس الوقت وزارة البيئة والشؤون المناخية طبعا هذه تتحمل جزء كبير من المسؤولية حسب كلام المدير الدائرة قال هذه مخالفة عليها لا تقل عن 500 ريال. فلماذا لا يتم مخالفتهم إذا كانوا هم يعني المتسببين وهم يعني فرغوا نفاياتهم بدون إذن البلدية وإذا كان البلدية تحت علمها وتحت مرأة من عيون المسؤولين لماذا لا يتم محاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا في هذه الكارثة يعني للأسف يعني هذه كارثة ما تمس بس أهالي نزوة وهذا تمس المواطن بصفة عامة والمقيم والزائر. صحيح يعني ولاية نزوة صنفت من أفضل المدن المدن عالميا سياحيا وبيئيا فتأتينا كوارث مثل هذه الكوارث يعني هذا الشيء ما مقبول حقيقة. طيب. ولماذا طالما أن وزارة البلديات والجهات المسؤولة على علم إذا كانوا هم يقولوا أنهم على علم
لماذا لم يتحركوا إلا في اليوم اللي انتشر فيه المقطع؟ يعني ينتظروا الناس تتكلم. والله الظاهر أن مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي قامت تتحرك بعض القضايا المسكوت عنها. يعني اليوم نحن نتفاجأ من خلال حديثك أنه هذه القضية قضية قديمة، وأنه أنه أنه تلقيت شكاوي أو الجهات المعنية تلقت شكاوي. بعدين نتيجة أيضا للدراسة اللي ذكرتها لأجرية عام 95 اللي هي أنه تلوث أيضا مياه الآبار بمياه الصرف الصحي، هذا أيضا يعني حتى 500 ريال اللي هي الغرامة يمكن ما تفي بالغرض لأنه تأثر على الصحة بشكل عام. طيب أستاذ سيف، شو الخطوة القادمة بالنسبة لكم أنتم كأعضاء مجلس بلدي ممثلين وأيضا عضو في فرع غرفة تجارة صناعة عمان وأيضا الأهالي اللي موجودين، إيش الخطوة القادمة اللي راح تقوموا فيها؟ والله احنا الخطوة القادمة اللي والمطالبة انه منع الصهاريج من تصريف مياه في الموقع، والشيء الثاني معالجة المكان صحيا وبيئيا وإعادته إلى مكان عليه، لأنه هذا تنتشر الأمراض والبعوض وغيره. صحيح. الشيء الثالث والأهم محاسبة المقصرين من المسؤولين أيا كان. صحيح. أيا كان مسؤول يجب محاسبته قانونيا وإداريا، لأنه هذا استهتار بحياة المواطنين واستهتار بحياة المقيمين واستهتار بالبيئة. هذا قاسين الحين يدمروا بيئة، يدمروا يعني هذه المنطقة حتى لدرجة أنها فيها حيوانات برية. صحيح. فيعني هذا الموضوع لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن أنه يمر يعني مرور الكرام مجرد. والله بعض المسؤولين للأسف المديرية كان يتكلم مع أحد المسؤولين في دائرة ثانية ويقول له أن موضوع الصرف الصحي في ولاية نزوة راح تأخذه شركة حياة للمياه في بداية شهر 11. إذا احنا نقص ننتظر إلى شهر 11 ندمر البيئة وننشر الأمراض عشان تجينا شركة حياة؟ وهل شركة حياة لما تجي في بداية الشهر أتقضي على كل شيء في لحظة؟ يعني هذا الكلام ما مقبول. الشيء الثالث والأهم، طالما أنكم تعرفوا هذا الشيء يعني ليش ساكتين؟ هذه كارثة يعني السكوت عن الكارثة كارثة مضاعفة. يعني إذا كانوا على علم اليوم، إلا إذا صورت مقطع فيديو ولا نزلت صورة ما رح يتحركوا. يعني ما في حد ممكن يتحرك ويهتم بهذا الموضوع. وهذا سؤال أختي خلود، وزارة البيئة عفواً وزارة البلديات إذا شخص عمل تكرمه بلاعة وبلاعة لمنزله ممنوع، لازم تروح تسجل في، لازم تسوي عندك صرف صحي. صحيح. لازم تدخل في الصرف وتدفع رسوم. وفوق هذا إذا كنت مخالف تدفع غرامة مخالفة، يعني مبلغ ما بسيط. فلماذا يامرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم هذا الناس؟ هذول الناس يعني احنا وعندنا مشاكل كثيرة على مستوى ولاية نزوة وظهرت في الآونة الأخيرة، وهذا كأنه يعني للأسف الشديد، وأنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي، وكأنه هم جالسين ينتقموا من المواطن. إذا المواطن خالف في شيء معين، المواطن يعني عمل شيء غير مسؤول أو يعني عمل في الولاية مقسم، أو عمل مشروع أو عمل تطوعي غير يعني بدون تصريح من البلدية، هل أنا أروح أعامله معاملة سيئة بدل ما أنا أحتويه وأفهمه أنك أنت ارتكبت خطأ؟ يجين يعمل المخالفات وغيره، وهو في نفس الوقت في المقابل يعني يخالف الكلام ويخالف الأنظمة والقوانين وغيره. فهنا هذا الموضوع بالذات لابد أن ما يمر مرور الكرام. هذا لازم محاسبة المسؤول والمقصر، سواء مسؤول صغير ولا مسؤول كبير. أنا أتمنى هذا، وأتمنى أنه تشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع ومواضيع كثيرة تخص وزارة البلديات بالتحديد في ولاية نزوة. نزوة الحين عاصمة الثقافة الإسلامية 2015. يعني إلى حد الآن إحنا ما ننكر فضل وجهود وزارة البلديات في بعض الأمور، ولكن في أمور كثيرة للأسف في تقصير شديد وللغاية. يعني للأسف إحنا كلامنا لما يطلع يكون يعني مساءل.
كان الأولى كان الأولى الاهتمام بهذا الموضوع وضعا عن الحديث عن تجميل طبعاً المدينة. يعني طبعاً يعني الحديث ذو شجون أستاذ سيف، ويمكن بيطول، أتمنى إن شاء الله صوتك يكون وصل للمسؤولين، أيضا أتمنى جهودكم تكون يعني تستمر في درء مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة حقيقة، وكل المطالبات اللي إن شاء الله طالبت فيها تكون تصل إلى المسؤولين والمعنيين. تفضل. في جزئية بسيطة ولو تكرمت علي ثواني. احنا قبل العيد توصلنا رسائل من جهات مسؤولة صحيا، يعني تعطينا تعليمات في الذبائح، وتعطينا تعليمات كيف نغسل وكيف نستخدم وكيف نعقم وكيف وكيف. صحيح. وفي المقابل يعني هم يغطوا على عيوب اكبر من هذه. يعني هم خايفين على صحتنا احنا يعني ككبار، أو وما خايفين على صحة اطفالنا. ولا تنسي ان المنطقة الصرف الصحي وهذه الكارثة تبعد عن مجمع صحي نزوة، يعني ما اكثر من كيلو، يعني ما تتعدى كيلو وين من مركز صحي نزوة بالفعل. يعني من يرضى بهالكلام؟ فعذرا عذرا عذرا، يعني أنا أتمنى تشكيل لجنة من وزارة الصحة، من البيئة، من البلديات لدراسة هذا الموضوع وبصورة عاجلة، بصورة عاجلة جدا. نتمنى إن شاء الله يكون يعطيك العافية. وناسف للإطالة يعني، ولكن العافية واجب أستاذ سيف بن ناصر طيواني، عضو فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك، وأكيد رح نقف إن شاء الله ونتابع الموضوع معك خلال الأيام القادمة. شكرا. إن شاء الله بارك الله فيكم. شكرا. الله يعطيك العافية. أحسن.